معنا من ليون اختصاصي علم ودراسة الفيروسات الدكتور يحيى مكي عبد المؤمن. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. إذا الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لهدنة عالمية لوصول اللقاحات لمناطق النزاع، هل هذا برأيكم هو التحدي الوحيد أمام عدالة توزيع اللقاحات على أهمية بطبيعة الحال وقف الصراعات بشتى الأحوال؟ مساء الخير، تحية كريمة. فيما يخص هذا يعني خبر مفرح جدا، وهذا اجتماع ميونيخ وكل ما بلغنا عن طريق شاشتكم الكريمة قرار السيد غوتيريس وتدعيم المساعدات المالية من سواء الولايات المتحدة الأمريكية السيد بايدن، هذا يقر لنا الفرحة وفهمت الدول الغنية بأنه سوف إن لم تقدم هذه المساعدة سوف تكون وسمة عار وتوبيخ من كل الدول الفقيرة والشعوب الفقيرة. فهنا دور المنظمة العالمية للصحة والأمم المتحدة كمنظمة هيئة دولية لتقديم اللقاحات وتوزيع اللقاحات على الشعوب الفقيرة أصبح ضروري جدا ومهم جدا، حتى وإن هذه الأربع ملايير التي سوف تصل بالتدعيم سواء مليارين من طرف السيد بايدن من الولايات المتحدة الأمريكية والآخرين في مجمع الكوفاكس سوف يكون توزيع هذه اللقاحات عدلا على الدول الفقيرة و يعني برفقة من هذه الدول، لأنه حاليا الأزمة حتى الدول الغنية لم تستطع أن تلقح 50% من شعوبها، حتى الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا. فالأزمة أصلا مصنع اللقاح هم يحتسبون على الأصابع الأيدي تقريبا، عندنا 5 لقاحات موجودة حاليا، وهذه 5 لقاحات كل الشركات أن تلبي حاجية المفوضية الأوروبية مثلا لسكان القارة العجوز أو الدول الأمريكية أو أمريكا اللاتينية. فهنا سوف يكون تفاهم من طريق المجمع الكوفاكس بتدعيم من الجيسات الدول الغنية 7 لتوزيع هذا اللقاح عدلا على السكان. وأنا يعني أفتخر وأعتز بقرار طلب وقف الحرب وكل المآسي التي تعاني منها الشعوب، وخاصة شعوبنا العزيزة سواء في اليمن، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في أهلنا في غزة، في فلسطين الحبيبة. ف هذا يكون يعني تبليغ، وخاصة لأنه معظم اللقاحات سوف تكون موجودة وجاهزة ربما في بداية الصيف، لأن الشركات حاليا تصنع اللقاحات وتوزيعها كيف سيكون إن شاء الله على مدة ربما 4 أشهر أو حتى في السداس الثاني لسنة 2021. طب هناك تقرير سنتابعه أعده النشطاء في مكافحة الفقر عن أن الدول الغنية في طريقها إذن للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد عن احتياجاتها من لقاحات كورونا، في حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات لمكافحة انتشار الفيروس. دعونا نتابع هذا التقرير. تتسع الفجوة أكثر فأكثر بين الدول الغنية وتلك الفقيرة مع استمرار وباء فيروس كورونا، إذ تمضي الدول الغنية في طريقها للخلاص من الوباء تمهيداً للعودة إلى الحياة الطبيعية باستحواذها على كميات هائلة من اللقاحات المضادة للفيروس. لكن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة للدول الفقيرة، فالطريق أمامها أطول بكثير وأكثر وعورة، ولعل أبرز ما يعمق الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة هو مسألة الحصول على اللقاحات. أحدث تقارير حملة ون المعنية بمكافحة الفقر كشف عن أرقام صادمة، إذ تتجه الدول الغنية للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من لقاحات فيروس كورونا. بل وأوضحت الحملة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان حصلت حتى الآن على أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات، رقم يزيد بأكثر من ملياري جرعة على احتياجات كافة سكان هذه البلدان للتطعيم بجرعتي اللقاح. ومن هنا دعا نشطاء مكافحة الفقر إلى ضرورة تقاسم الجرعات الزائدة على حاجة تلك الدول لتعزيز الاستجابة العالمية للوباء، أمر تعهدت به عدد من الدول الكبرى آخرها الولايات المتحدة، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيعلن خلال قمة 7 عن دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات المضادة لكورونا، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيضاعف مساهمته في آلية كوفاكس للقاحات لتبلغ 1 مليار يورو.
دكتور، يعني تابعنا هذا التقرير الذي أعدته جمعية مكافحة الفقر، لكن هنا دعني أسألك، مع تعهد هذه الدول على مساعدة الدول الفقيرة، الدول الكبرى تساعد الدول الفقيرة على الحصول على اللقاح، اليوم من حيث يعني المشاكل التقنية كيف يمكن العمل على تسهيلها، خاصة وكل ما تحدثنا عنه عن نوعية اللقاحات واختلاف يعني طرق تخزينها وشحنها إلى ما هنالك؟ نعم، اسمحي لي أن أشكرك على هذا التقرير القيم من شاشتكم الكريمة. هو أنه حاليا فريق المنظمة العالمية للصحة الذي كان في التحقيق في الصين كان فريقان، فريق للتحقيق في الوباء وانتشاره وكيف تحكمت فيه الصين، وفريق كان يناقش الشركات الصينية كيف نحصل على أكثر قدرة من الجرعات اللقاح الصيني، كذلك كما طلب من روسيا كما طلب من بريطانيا، لأن اللقاحان الأمريكيان من الصعب أن نحصل عليهما ونوزعهما في الدول الفقيرة في جنوب آسيا، في إفريقيا ما وراء الصحراء، في أمريكا اللاتينية. وهنا الطريقة لكي أجيبك سيدتي الكريمة على السؤال، ما هي الطريقة التي سوف تستعمل؟ فبتقديم هذه الإعانة المالية من المفوضية الأوروبية عن طريق السيدة الرئيسة السيدة أرسولا أو السيد بايدن أو السيد بوريس جونسون وكندا أو اليابان، كيف يساعدان هذه الدول السبع الغنية، سوف تقدم سواء مال المليارات أو هي بنفسها سوف تحضر اللقاحات وتوزعها عن طريق الكوفاكس. فبريطانيا أجرت يعني عن طريق الكوفاكس والمنظمة الصحة أجرت معاهدتان مع شركة هندية وشركة كورية الجنوبية لتصنيع أكثر عدد من الجرعات بالملايين إلى مليارين أو ثلاث مليارات جرعة التي سوف يتسلمها الكوفاكس ليوزعها عدلا عن طريق الدول المعنية، أمريكا اللاتينية، إفريقيا وجنوب آسيا وحتى في أوروبا الشرقية. هنا المفهوم كما تفضلتم في التقرير بأنه هل نستطيع يعني ننتظر لقح الدول الغنية والباقي نوزعه، غير منطقي وغير عادل في حق الشعوب التي ليس لها القدرة لا على التلقيح ولا على صنعة اللقاح. سيدتي، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، مليون اختصاصي علم ودراسة الفيروسات الدكتور يحيى مكي عبد المؤمن، شكرا جزيلا لك.